مرحبا بكم مجددا. كما قلنا في اجتماع الحكومة والولاد اللي صار اليوم في نادي سنوبر بالجزائر العاصمة وترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من ضمن الأكاذيب اللي كذب جاب قنبلة كذبان. قال لك يعني شو هذا السيد ما يحشم ما والو. قال لك احنا رانا هذا العام صدرنا خارج المحروقات قيمة 7 ملايير دولار، 7 ملايير دولار صادرات خارج المحروقات. وش بعت انت؟ وش عندك خارج المحروقات؟ وش عندك؟ واش انتجت؟ ما انتج والو. الور بو يقول لك انه تحرير، شوف انا كشيء تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني لم يكن سوى شعار خلال 30 او 40 سنة الماضية، اذ لم نتجاوز 1.3 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات. يعني 30 او 40 سنة مقبل كان خرطي. كي جاء هو قال لك احنا درنا 7 ملايير، يعني خارج النفط والغاز 7 ملايير دولار للسنة الجارية اللي صدرنا خارج المحروقات. اعطينا واش صدرت، اعطونا ارقام. قال في المادة كذا، المادة هذه، المادة هذه، اعطونا ارقام. ما كانش ارقام، عمرك ما تشوف ارقام مع حكم العصابة. ويزيد يقول لك باللي يعني شوف يعني في 30 40 سنه اللي فاتت كان 1.3 مليار كنا نصدروا خارج المحروقات. قال لك في سنه 2021 نحو 5 ملايير دولار صدرت خارج البترول والغاز، وهذا العام 7 ملايير. مازال ما كملش العام، رانا غير في سبتمبر، يعني تسمى احسب من جانفي حتى الاوت لانه سبتمبر ما كملش. كيفاش تخرط على الشعب هكذا وحنا نشوفوا باللي ما كان والو؟ شعب مازال له ياكلوا من بدون زبل، ناس تحوش في القمامات، الشعب مازال ينوض يدير لاشان على الحليب 4 تاع الصباح، ناس تدور لاشان على الحليب، الماء ما كانش في الروبينيات، الناس مازالها فقر قاتلها. في المدن الكبيرة ما نتكلموش على المدن الصغيرة، دوك ما عندو الكذبة تاعو تاع المدن الصغيرة، هذه في المدن الكبيرة. إذا انت جبت هاد الصادرات هذه كامل تبرقنا وين؟ واش صدرت؟ قالك صدرنا السيمة. شحال صدرت السيمة؟ قالك صدرنا منتجات فلاحية وغذائية. شي منتجات فلاحية وغذائية اللي صدرتها الجزائر؟ الدقلة نور، هذا واش عندنا نصدرو وردوها لنا فرنسا، خلاص ما عاد يشريها علينا. كيما البطاطا ردوها لنا وما عاد يشريها علينا. واش صدر؟ دقلة نور جبت 7 ملاير. قالوا مواد فلاحية. لا انت الجزائر راهم يستوردوا في كلش، الجزائر تستورد كل شيء. هاو اللي يقول لك ان الاقتصاد الجزائري يعرف حركية جديدة بفضل عدد من الفروع الصناعية التي كانت الجزائر تستورد منتجاتها وصارت اليوم من المصدرين لها. خويا ورونا واش اذكرونا، اعطيونا نشوفوا. هاو الكذب عيناني، الكذب عيناني صاحبي. ما يحشمش هذا السيد، هذا ما يحشمش يجي يكذب بهذه الطريقه بهذا الاسلوب. 7 ملايير دولارات دخلناها بالاضافه يعني اللي خارج على البترول،
الجزائر غنية، وعلاش الناس تحرق المال؟ وعلاش الناس تحرق؟ وعلاش الناس راهي تحرق؟ مادام هذا الخير راهو يدخل للبلاد، وعلاش الناس راهي تشومي؟ وعلاش السميق ديالنا الأجر الأدنى في الجزائر يساوي 90 أورو؟ المواطن الجزائري يعيش ب 90 أورو، والأسعار راهي على الأورو. روح تشري كرونديا 15,000 17,000. ألو واش من الناس راهي مضرورة. قالوا دخلنا دراهم، أروي إذا راهي يدخل هذه الدراهم هادية. ولكن اللي بيزيد ما يحشمش، لما يجي يقول باللي هو في عامين دار خير من اللي داروه اللي سبقوه في 30 إلى 40 سنة. ما قدرش تكلم على قبل 40 سنة، يعني سنوات 70 ما قدرش تكلم عليها، صعيب عليه باش تكلم عليها. هذيك حاجة أخرى، إذا كانت صح تصدر حتى الجلود الآخر الكوير سوني با كان تصدر لي ساك ماجيك، تصدر من الماريكان التشينة تاع بوفاريك والمندرين كانت تصدر. هاد التشينة تصدر للماريكان ماشي غير لفرنسا برك. ولا غير شي يجي يقول، يعني السيد هذا يجي يقول لك دار شي 30 40 سنة اللي من قبل اللي فاتوا كان كل شيء خروطو. قال درك وين الاقتصاد تحرر وتنوع؟ فاش تحب كلش راه مبلوكي، لا اجانب يجيو يستثمروا ولا جزائريين يستثمروا ولا ما كان حتى واحد يستثمر. ورونا واش حلوا كاع شوزين، حتى السيارات اللي كانوا زعما يصنعوها حبسوها، التليفونات بورتابل كانوا يصنعوهم حبسوهم. واش بقى؟ السيارات ما دخلوش الجزائر 3 سنين، سيارة جديدة ما دخلتش. الجزائريين يمشيو في لوكازيون بالدراهمك وما تصيبش السيارة، لأن كل شيء تغلق، كل شيء يحبس. تجي تقول لي باللي راهي كان حركية اقتصادية وجديدة وتنويع وتحرر وتحرير اقتصاد. أنا منطقة رازابورك يا داود، لو كان هذا الشيء صحيح كنتو تخليو القنوات التلفازية تتكلم بحرية ويجي نقاش تاع اقتصاديين تاع ناس خبراء ويتكلموا. لا يطلقها، يطلق الكذبة ديالو تبون، صحاف مدورو تروج لها ولا واحد يناقش. خير دليل على انه هذا كذب، خير دليل على انه هذا كذب. يعني من 1 جانفي اول جانفي و 30 اوت الجزائر صدرت 7 ملاير خارج، لانه يقول لك في السنه هذه، السنه مازال ما خلصتش السي، وما عندكش حساب تاع سبتمبر لانه ما كملش سبتمبر، نحسبوا من جانفي حتى الاوت 8 شهور، زايد نزلها 5 شهور اخرى، مالا راح نوصلوا ل 10 ولا 12 مليار دولار. سابروف بلي يكذب، يقول لك 7 ملاير هذا العام، العام ما كملش، العام ما كملش. فوالا هاولي كيفاش داير. هشام عفور، الله اكبر، هشام عفور، هشام عفور.